سلام حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم واحد الكيكه اللي سهله ماهله، بكاس واحد ديال السميده. كيكه اللي بنينه، كتجي زوينه، كتجي مسقيه. ونمشيو على بركه الله باش تشوفوا المقادير ديالها والطريقه. هنا كما شفتوا عندي كاس ديال السميده، هانتوما كما شفتوا كاس ديال الحليب نفس العبار، عندي كاس الا ربع ديال الزيت يعني بهذا العبار هذا، عندي كاس سنيده الا ربع حتى هو بنفس العبار اللي عبرت به الحليب والسميده، شويه ملحه، جوج بيضات، عندي جوج معالق ديال الكاكاو، وعندي هنا النكهه ديال الشكلاط اللي غندير منها غير واحد شويه، عندي سكر فاني، وعندي جوج خمارات حمرين 8 غرام 8 غرام. ونمشيو على بركه الله باش نبداو. هنا حبيباتي كما شفتوا انا راه درت جوج البيضات، هنا كما شفتوا جوج البيضات، غنزيد عليهم كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال سنيده، سنيده كتبقى على حسب الذوق طبعا بنفس العبار. غادي نطربهم مع بعضياتهم مزيان، هانتوما على هاد الشكل هذا تيوليو على شكل كريمي. كنزيد الحليب، كاس ديال الحليب، الملحه واحد القبيصه الملحه، كنزيد الشكلاط او الكاكاو، كندير هاد الطاشيه ديال السكر فاني، كندير الخمارات جوج، كيبغي هاد الخليط يطرب مزيان، كيبقى داك الشكلاط هكا حبيبات، خصو يبقاو كطربوه مزيان باش يذوب، ولا ديرو في الماكينة. غندير واحد شوية من النكهة ديال الشكلاط، غير واحد شوية، وكنزيد هذاك الكاس ديال السميده، تيكون الخليط خفيف. صافي على هذا الشكل، هذا غنخليه واحد شويه حتى كتشرب ليا ديك السميده. بما وجدت المول ورجعت لكم. هنا حبيباتي كما شفتوا غادي ندير الخليط هنا في هذا المول، طبعا اللي بغى يدهنو يدهنو، ولا درتو هذوك المولات اخرين يعني ماشي الزاج دهنوه، هذاك ضروري دهنوه. انا ما كندهنش هادو الصراحه، قليل في كندهنهم، ما تيسقوش ليا. تيبان لكم الخليط خفيف ولكن راه تيدير كيعاود يتجمع، غير نقصوا عليه الفران
مزيان حتى طيب لكم مزيان من تحت. هذا كتشعلو على من الفوق غير تتحمر وصافي. صافي دابا من بعد ما شعلت الفران انا غادي نديها طيب، ومن بعد ما طيب ان شاء الله ونرجع لكم. هنا حبيباتي عندي كاس الا ربع ديال الحليب، وعندي جوج مربعات ديال الشكلاط اللي عندي مربعات كبار، الناس اللي كيديروا دوك مربعات صغيورين يديروا ربعه، مع كاس الا ربع ديال الحليب. غندير الحليب فوق البوطه حتى كيسخن مزيان، كنطفي عليه ونرمي فيه هذوك المربعات ديال الشكلاط ونبقى كنحرك فيهم حتى يذوبوا. بعد ما يذوبوا ان شاء الله نتلاقاو باش نسقيو الكيكه. ها نتوما من بعد ما ساليته شفتوا الشكل ديالو، دابا غادي نخليه يبرد واحد شويه ونرجع لكم من بعد ما نجبد الكيكه من الفران. صافي هنا كيما شفتوا غادي نبدا فيها بداك الخليط اللي عندي. غادي نخليها حتى تبرد ومن بعد غنزينها واحد يزين باش بقى. غندير فيها واحد شويه ديال القرقاع تزين تيبقى لكم الاختيار. بعد ما غادي تبرد ليا ان شاء الله الكيكه ونرجع لكم. هنا غادي نقطعها كما شفتوا بحال هكا، باش يجوني قد قد. هنا غنزينها شويه القرقاع كي قلت لكم زين كيبقى لكم الاختيار. هنا حبيباتي من بعد ما ساليتها كما شفتوا الشكل النهائي ديالها كتجي روعه. كنقول لكم بالصحه والراحه وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرين.